بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما نواصل في استغلال الوسائل التربوية والبيداغوجية لتنمية مهارات الأطفال، واليوم عندنا وسيلة خاصة بالرياضيات. إذا هذه الوسيلة فيها أرقام، كما ليس أرقام أعداد بل أعداد. إحنا عندنا البطاقة هذو بلاستيكية هنا، مش بلاستيكية يعني صلبة، فيها أعداد، وعندنا حاملة في الأعداد، عندنا أربعة، وعندنا هذه البطاقة واسمها ماتابل ولا ماثيبول، ما علاش باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. عندنا ما راحش نلعبوا اليوم بهذه البطاقة الكبيرة، هي تشبه الكلمات المتقاطعة باللغة العربية والسكرابل بالفرنسي. إذا اليوم راح نحطوها جانبا وراح نشوفوا كيفاش نلعبوا ونستغلوها في الأعداد. إذا عندنا هذه الحاملات، نرفدوا اثنين على حسب أفراد أو المتنافسون، ممكن يكون متنافسان ثلاثة أربعة، إحنا راح نلعبوا مع اثنين فقط باش تعطيكم الفكرة. إذا إحنا هذه الحاملة عندنا الحق باش نرفعوا خمس أعداد. إذا بلا ما نشوفوا ما نخيروش، ما يكونوا خلاص ما نشوفوهمش، نرفعوا خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذو نتاعي، هذو راح نحطهم في الحاملة نتاعي ونشوف شنو هما الأعداد اللي تحصلت عليهم. تحصلت على أعداد صغيرة جدا. وأيضا المتنافس الثاني راح يدفع خمسة أيضا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، راح يتحصل على أعداد أخرى أيضا. إذا هذو هما الأعداد اللي تحصل عليهم المتنافس نتاعي، وأنا تحصلت على عليهم أنا. الآن التعليمة تقول، يعني كل واحد نشوف عنده واحد آخر، التعليمة تقول كل واحد فيكم يضع أكبر عدد، واللي يحط أكبر عدد هو الفارس. الآن إحنا كي نعطيو التعليمة هذه، هل المتنافسان راح يحطوا ويرفعوا عدد عشوائيا ويحطوه؟ لا، تنمية المهارات، يعني هنا راح يفكر يقول مع انه راح نحطوا الرابح لي او الفائز اللي حط اكبر عدد هنا، انا راح نحط اكبر عدد اللي راهو عندي في هذه المجموعة، والمتنافس نتاعي راح يحط اكبر عدد اللي عنده هنا. اذا هنا انا اكبر عدد نتاعي هو 10، أكبر عدد نتاعو هو 35 وهو الرابح. إذا هنا بالذات في هذه المرحلة بالذات وليدنا واش راه يدير؟ راه يقارن ما بين مجموعة أعداد راح يرفع الأكبر منهم. راح يعني إحنا عندنا مقارنة وترتيب اللي نقراوها في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى غير ذلك، لكن إحنا عندنا أعداد من رقمين فقط، يعني تلاميذ تاع السنة الأولى والسنة الثانية اللي يقدروا يلعبوا هنا. الثالثة تجيه بسيطة جدا، وكان عندنا ثلاث أرقام أربعة أرقام يقدر يلعب معنا، ولكن بسيطة جدا بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة. الآن إحنا هذه اللعبة هذه خاصة بالسنة الثانية، السنة الأولى والسنة الثانية. هو راح يقارن أكبر عدد هنا، وأيضا راح نقارنو هنا، شكون راح يربح؟ هو راح يربح لأنه 35 نتاعو، إذا هو راح يرفع بطاقة لأنه الرابح هو اللي راح يدي بطاقة، وتحصل على هذا العدد. هنا راهم ينقصولي، لو كان ينقصولي ويخلصولي أنا الخاسر، أو الخاسرة عفوا. الآن التعليمة تتبدل، لانه ما نقدروش نقولوا اكبر عدد، لانه الاكبر عدد هما الزوج راهم عندك نتاعي كنتا راهم عنده. نبدلوا التعليمه، من منا يضع اصغر عدد؟ هنا واش نفكر؟ نفكر انه راح نحط من عندي، ما نحطش اكبر عدد، لا، لانه التعليمه تقول اصغر عدد. اذا انا راح ندير مقارنه في الاعداد هذو ونرفع فيها ضربه بطاقات، راح نرفع اصغر عدد اللي هو صفر، وانا رايحه نربح. لو كان هو ما يكونش عنده صفر انا راح نربح. الان نشوفوا البطاقات الموجوده هنا، اصغر عدد عنده هو واحد، اذا انا ربح، عندي الحق باش نرفع بطاقه بلا ما نشوف طبعا، وتحصلت على هذا العدد. الان
نديرو نبدلو تعليمه. مثلا نقولو من منا لديه اصغر عدد مكون من رقمين، يعني انا مش حنقول الصفر لانه راني رابحة، مكون من رقمين. انا واش عندي؟ راح نشوف كامل هذه البطاقات هذو اللي موجوده عندي، عندها رقم واحد، عندي عدد واحد فقط اللي عنده رقمين، راح نحطو بالصفه عليا نحطو، وعلى بالي بلي ماشي هذا هو اصغر. هو اصغر عدد من رقمين هو 10. المتنافس تاعي الطير طبعا هو الربح. شتو اللعبه كيفاش دايره؟ رائعه، تجمع الكثير الكثير من الكفاءات اللي قراوهم السنه الاولى والسنه الثانيه، هذو كاع دروس السنه الثانيه. اكبر عدد مكون من رقمين، اصغر عدد، متتاليه اعداد نرفعو من مجموعه من الاعداد نرفعو منها الاكبر والاصغر، يعني هذو كامل رايحين نراجعوا بها الرياضيات. اذا هو الربح راح يرفع بدون ما يشوف طبعا، تحصل العدد هذا. الان واش راح نقولوا؟ مثلا نقولوا ما هو اصغر عدد ما هو اكبر عدد مكون من رقمين؟ انا مش حنحط، ما عنديش، لانه انا مش حنحط، ما عندي ولا عدد مكون من رقمين للاسف. اكبر عدد قلنا اكبر عدد مكون من رقمين 49، وانا ما حطيتش، اذا هو عنده الحق باش يرفع بطاقه او بطاقه. كاش وين يحطها؟ بعد فتره معينه نحددوا حتى الفتره، مثلا في ربع ساعه اللعبه تندير في ربع ساعه، ربع ساعه تنقضي نشوفوا شكون اللي عنده اكبر عدد من الاعداد في البطاقات هذو هو الفائز، واللي عنده اقل كيما انا اللي خسران. وهكذا رانا طبقنا وضفنا عده كفاءات درسناها في القسم. اترككم في رعايه الله وحفظه، متابعي الافاضل ارجو انه الفكره عجبتكم، لانه هذه هي تنميه المهارات، ماهوش واش يقرا في القسم فقط وينساه، انما دائما نخليو الذهن نتاعو مرن، يعرف الاحل الاشياء، دائما يقارن، دائما يبحث عن الاعداد، دائما يعرف يفهم التعليمه باش يطبقها الى غير ذلك. اذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.